تغيير ب 360 درجة في الخطاب والمواقف، أم هو التكتيك ومناورة لغاية انتخابية سياسية، أم هو طلاق إنشاء؟ هذه أبرز الاستنتاجات من تصريحات راشد الغنوشي اليوم في ندوة صحفية اللي قال فيها الحكومة ستطبق القانون إذا لم يطلب أنصار الشريعة ترخيصا لاجتماعاتهم، وعبر على رفض حل رابطة حماية الثورة بقرار سياسي رغم أن الحركة ليس لها اعتراض في هذا الشأن. الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أكد اليوم خلال ندوة صحفية أن جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني استنكرت ما يحصل من عنف باسم الدين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة بالقصرين، واستهداف أعوان الأمن والجيش الوطني وصفهم بالطاغوت، وقال أنه لا مشروعية سياسية أو دينية لما يحدث في الشعامبي، وليس هناك أي مبرر لأن يقاتل المسلم أخاه المسلم. وصف هؤلاء رجال الأمن بالطاغوت هو استهتار بقيمة الدولة. الإسلام جاء بنظام حياة وكان مؤسس الإسلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أسس الدولة، ولذلك الذين يريدونها فوضى هم لا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ندد زعيم حركة النهضة بحادثة ذبح ضابط شرطة والتنكيل بجثته في جبل الجلود. واصلوا اعتداءهم فسلبوه ماله وخمسوا هذا المال، يعني اقتسموه يعني بينهم، والإمام وأخبروا بذلك إمامهم إمام مسجد فدعاه، فهو الذي أفتى لهم بهذا ودعاهم إلى أن يمضوا ليلتهم حماية لهم في المسجد. لا يمكن للمساجد ولأئمة المساجد، لا يمكن للساحات العامة أن تتحمل هذا الأمر. وتحدث كذلك عن مؤتمر أنصار الشريعة بالقيروان وقال إنه من حق الحكومة منعه في حال عدم الحصول على ترخيص. نحن نؤيد إصرار الحكومة على تطبيق القانون على الجميع، لا أحد في دولة القانون فوق القانون، ونحن ننصح أنصار الشريعة وكل المواطنين، ننصح الجميع أن ينضووا في إطار القانون. وقال أنه أغلب المنتسبين للتيار السلفي هم مسالمون وأن الحل معهم هو الحوار، فيما اعتبر أنه لا حوار مع حامل السلاح، بل حوار مع السلفيين ومع غيرهم، ولكن بشرط احترام الأمن العام، احترام السلم الاجتماعية، رفض العنف. أما من يحمل قنبلة في يده فأي حوار معه؟ من يزرع القنابل التي تحصد الرؤوس وتحصد الأرجل كما حصل، فهؤلاء الحوار معهم مع موكول لمن يحمل السلاح أي لأجهزة الأمن. وكان زعيم حركة النهضة أكد من ناحية أخرى أهمية النتائج اللي توصل لها الحوار الوطني، وخاصة الاتفاق على نظام مزدوج تتوزع فيه السلطات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وفيما يتعلق بنقطة الخلاف حول مطلب حل رابطات حماية الثورة، قال إنه ضد حل الروابط بقرار سياسي لأنه حل أي جمعية هو قرار قضائي.